حيواناتك الأليفة في البيت قد تكون جرس إنذار للكوارث، حيث أثبتت ظواهر كثيرة أن للحيوانات حاسة قد تكون تنبئها باقتراب وقوع الزلازل، وحتى خارج المنزل يمكن كذلك للحيوانات في الغابات والشوارع أن تكون مصدر معلومات مسبق عن مصيبة قادمة. ففي المغرب الذي واجه زلزالاً مأساوياً قبل أيام، لاحظ الناس حركة غريبة للطيور إذ حلقت بشكل دائري فوق مئذنة أحد المساجد. أما قبيل زلزال تركيا فقد انتشرت فيديوهات عديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأسراب طيور تحلق بشكل غير معتاد. أما الكلاب فقد تواصل نباحها بشكل ملفت حسب مواطنين عاشوا تلك اللحظات. ليس هذا فحسب، ففي عام 2004 وقبل حدوث موجات تسونامي نتيجة الزلزال قبالة سواحل إندونيسيا، فرت الفيلة إلى المناطق المرتفعة، وتعود أقدم إشارة مسجلة لهذا النوع من السلوك الحيواني إلى عام 373 قبل الميلاد، عندما تحدث مؤرخ يوناني عن هجرة الفئران والكلاب والثعابين لمدينة هيليوس في الأيام التي سبقت وقوع زلزال كارثي. ماذا عنك؟ هل عاصرت زلزالا وشعرت قبله بتغير في سلوك حيواناتك الأليفة؟